شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في موضوع الشفاعة، وقد مضت في هذا الموضوع عدة مباحث، المبحث الأول في مفهوم الشفاعة، المبحث الثاني في أنواع الشفاعة، المبحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم، المبحث الرابع الشفاعة في الأحاديث المأثورة. المبحث الخامس شفاعة الأولياء في الحياة الدنيا. المبحث السادس في مشروعية طلب الشفاعة من الأولياء. أما بحثنا في هذه الليلة فيدور بإذن الله تعالى حول شرائط شمول الشفاعة، الشيء الذي يظهر من الآيات الكريمة ومن الأحاديث الشريفة أن الشفاعة ليست مطلقة، وإنما هي محدودة، وهنالك شروط لا تتم الشفاعة إلا إذا توفرت هذه الشروط.
لعل من أهم هذه الشروط الارتضاء الإلهي. الدليل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ظاهر هذه الآية الكريمة أن عملية الشفاعة لا تتم من دون الارتضاء الإلهي، تارة تكون هنالك شفاعة ولكن هذه الشفاعة لا تقبل، لكن ظاهر هذه الآية الكريمة أن عملية الشفاعة لا تتم، لا يتقدم أحد من الشفعاء للشفاعة إذا لم يكن هنالك ارتضاء إلهي. ولو بضميمة الروايات الواردة في هذا المجال، في هذا المبحث تطرح هنالك ثلاثة تساؤلات. السؤال الأول: ما هو المراد بالارتضاء الإلهي؟ الارتضاء يتنوع إلى نوعين. النوع الأول الارتضاء العقائدي أو العقدي كما يقولون. النوع الثاني الارتضاء العملي، تارة العقيدة تكون مرضية عند الله تعالى، وتارة العمل يكون مرضيا عند الله تعالى. فهل المراد في هذه الآية الكريمة الارتضاء العقائدي أو الارتضاء العملي؟ الروايات الكثيرة الواردة عن الفريقين تدل على أن المراد الارتضاء العقائدي لا الارتضاء العملي. نكتفي من هذه الروايات برواية واحدة مذكورة في تفسير البرهان للمحدث البحراني رحمة الله تعالى عليه. هذه الرواية مروية عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. عن
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. المحسن لا يحتاج إلى الشفاعة، الشفاعة بالمعنى المصطلح، سوف يأتي إن شاء الله في المباحث القادمة أن جميع البشر يحتاجون إلى شفاعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ولكن تلك الشفاعة لها مفهوم آخر ومعنى آخر. الشفاعة المصطلحة بمعنى شفاعة حط الذنوب. المحسنون لا يحتاجون إلى هذه الشفاعة، وإنما المذنبون يحتاجون إليها، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. قال: هذه رواية النبي صلى الله عليه وآله، حديث النبي الأعظم. يقول الراوي: فقلت للإمام الرضا صلوات الله عليه: فما معنى قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ كيف توفقون بين هذه الآية وبين حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. الارتضاء هو ارتضاء الدين، لا ارتضاء العمل. السؤال الثاني: كيف يتم الارتضاء العقائدي؟ من هو الذي يرضى الله دينه؟ ومن هو الذي لا يرضى الله دينه؟ هذا بحث طويل ويحتاج إلى مجلدات ضخمة من البحث، ولكن أشير إشارة عابرة بكلمة واحدة، وهذه الكلمة: إن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. يمكن أن نعرف معنى كثير من الآيات من خلال ضمها إلى آيات أخرى. تفسير القرآن بالقرآن. الله تعالى في هذه الآية يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي آية أخرى الله تعالى يقول: اليوم، هذا يوم معين، هذا يوم محدد. اليوم أكملت لكم دينكم
فقبل ذلك اليوم لم يكن هذا الدين كاملا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام قبل هذا اليوم لم يكن دينا مرضيا عند الله تعالى بدون هذه الضميمة. ما هو هذا اليوم؟ العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه كتب كتابا بعنوان الغدير في أكثر من 10 مجلدات، بعضها مطبوعة وبعضها غير مطبوعة. هذا اليوم في روايات الفريقين يوم الغدير. فالدين الذي لا يوجد فيه الغدير دين لا يرضاه الله تعالى. هذا أنا ما أقول هذا المطلب، الله تعالى يقول هذا المطلب. إذا واحد عنده اعتراض فليعترض على القرآن الكريم لا على المتكلم. الدين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هذا لا تكفي في دين يرضاه الله تعالى. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي لا يوجد فيه من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، هذا الإسلام لا يرضاه الله تعالى. إسلام الحجاج لا يرضاه الله تعالى. إسلام هارون والمأمون والمتوكل لا يرضاه الله تعالى. اليوم بمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. بهذا تمت النعمة وارتضى الله تعالى هذا الدين. إذن إذا ضممنا هاتين الآيتين الكريمتين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلى قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، الارتضاء العقائدي لا يتم إلا بضميمة فهذا علي مولاه. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث أو السؤال الثالث: إذا كانت الشفاعة تشمل من رضي الله تعالى عقيدته، هذا هو المقياس وهذا هو الملاك، فهل يمكن للفرد الذي رضي الله عقيدته ودينه أن يقتحم في الذنوب والموبقات والآثام اعتماداً على أن الشفاعة سوف تشمله؟ يمكن واحد يقول ما دمت مرضياً
من الناحية الاعتقادية، فلا يهم أن أكون مرضياً من الناحية العملية، إن شاء الله يشفعون لنا، النبي الأعظم يشفع لنا. هذا المنطق وهذا التصور تصور خاطئ، هنالك عدة جهات ولكن أكتفي بالإشارة إلى جهتين. الجهة الأولى، شرط شمول الشفاعة للمؤمن الموافاة على الإيمان، يعني أن يموت مؤمنا. إذا واحد مات وهو غير مؤمن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر، الكفر لا يغفر، الكافر لا يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا شرط رئيسي في هذه القضية. الذنوب لها آثار، آثار في المحيط الاجتماعي. الذنب له تموج، مثل ما إذا أخذت حجر ألقيته في البحر ترون تموجات في البحر. الذنب والعياذ بالله له تموجات، تموجات في المحيط الطبيعي، تموجات في المحيط الاجتماعي، آثار على بدن المذنب. ولعل الأخطر من جميع ذلك التموجات التي يتركها الذنب على قلب المذنب. الفرد المؤمن له حالة مناعة تجاه الذنوب. الآن إذا واحد منا يتصور شرب الخمر والعياذ بالله، يشمئز من ذلك، من هذا التصور. إذا يرى قنينة خمر تحدث فيه حالة اشمئزاز، ولكن هذا الفرد إذا والعياذ بالله كان في سفر في بلاد الغرب مع مجموعة من أصدقاء السوء في مطعم، ماكو واحد يحتشم منه، ضغطوا عليه وضغطوا عليه وشرب قطرة واحدة من الخمر، هذه المناعة النفسية التي كانت له تجاه شرب الخمر كانت 100% فرضا، إذا بها تهبط إلى 80% مثلا، تهبط إلى 20%، في مرة ثانية إذا عرض عليه شرب الخمر والعياذ بالله، هذا فقط عند مناعة 20%،
الأرقام من باب المثل أقولها لا من باب التحديد. ذاك القبح اللي كان عنده بعد لا يوجد. إذا شرب الخمر مرة ثانية من الممكن هذه المناعة الموجودة تنعدم بالمرة. أول مرة واحد ينظر إلى امرأة أجنبية يتأذى من ذلك. في ذلك الحديث على ما ببالي أنه كصخرة على صدره المؤمن. إذا كرر هذا العمل مرة ثانية ثالثة، قضية النظر إلى الأجنبية تصير عنده مثل شرب الماء، قضية طبيعية، ولا يشعر بأي تأنيب وجدان أو تأنيب ضمير. هذا ما عبر عنه في الروايات بالنكتة السوداء في قلب المؤمن. وإذا بهذه النكتة السوداء تتسع وتتسع، ولعله كما في الأحاديث ينتهي الأمر بالمؤمن والعياذ بالله إلى أن يتحول قلبه إلى سواد كله كما في الرواية، فيصبح أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. القضية من الممكن أن تنتهي إلى التكذيب. كم شاهدنا في حياتنا، كم شاهدتم في حياتكم من الأفراد الذين خطوا الخطوة الأولى. هذه الخطوة الأولى جدا خطيرة. الله تعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يقول لك نظرة واحدة، ما هو الضرر هذه النظرة؟ هذه النظرة تتبعها خطوة ثانية وخطوة ثالثة وخطوة رابعة، وربما ينتهي الأمر إلى التكذيب بآيات الله. عندما يزيد وضع أمامه رأس الإمام الحسين صلوات الله عليه وأخذ يقرأ هذه الأشعار: ليت أشياخي ببدر شهدوا، إلى أن قال: قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله انتقمنا من بدر، أخذنا ثارات بدر، قتلت منا وقتلنا ذريتك، قتلت ذريتك. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها قامت وقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين. صدق الله، كذلك قال الله، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. النهاية هي التكذيب. ولذلك في الواقع هذا المنحى منحى خطير، أنه واحد يروح في وادي الذنوب اعتمادا على أنه يشفع له. يمكن هذا الذنب يؤدي إلى فقدان الإيمان في نهاية المطاف. هذه القضية ينقلها المحدث القمي رحمة الله عليه،
ونحن في حياتنا رأينا كثير من هذه النماذج أو سمعنا بهذه النماذج الذين خطوا الخطوة الأولى. ينقل أنه كان هنالك رجل يقال له الفضيل ابن عياض، وكان عنده تلميذ، هذا كان من أعلم تلامذته، قالوا للفضيل أنه هذا تلميذك في لحظات الاحتضار، لحظات الموت، فجاء إليه. عادة عندما تشوفون واحد في لحظات الاحتضار، أهم شيء أن تلقنوه العقائد الحق، هذه قضية مهمة جدا. الشيطان في تلك اللحظات يأتي ويحاول أن يسرق عقيدة الإنسان، هذه المعركة الأخيرة للشيطان. حتى في بعض الروايات المأثورة أنه يأتي له بماء بارد، الشيطان كأنه تستولي حالة عطش على المحتضر. ونقل لي أن بعض الأفراد الذين توفوا جديدا كانوا يطلبون الماء في لحظات الاحتضار لماذا تحدث هذه الحالة؟ لا نعلم. الشيطان يأتي بالماء في بعض الروايات المأثورة أو في بعض المأثورات، هذا هو الماء. ولكن ثمن هذا الماء أن تكفر بخالق العالم، هذا هو الثمن. إذا واحد إيمانه ضعيف يكفر بالله. الشيطان قال لذلك العابد الثمن، ثمن إنجائك، أنت الآن على حبل المشنقة، ثمن إنجائك أن تسجد لي، هذا هو الثمن. ولعله يأتي إلى كل واحد من طريقة معينة. الفضيل أخذ يلقن هذا التلميذ. في البداية أخذ يقرأ سورة ياسين، فالتفت إليه التلميذ في تلك اللحظات وقال له لا تقرأ هذه السورة، فكف عن القراءة. بعدين أخذ يلقنه الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وقل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التلميذ والعياذ بالله إنني بريء من ذلك، وتوفي في هذه الحالة. الفضيل جدا تأثر. في عالم الرؤيا، في عالم المنام، رأى تلميذه، قال أنت كنت من أفضل تلامذتي، ما الذي أدى بك إلى هذه الحالة؟ قال ثلاثة أشياء، ثلاثة ذنوب كنت أرتكبها أدت بي إلى هذه النتيجة. أكفت كتاب لطيف ترجمة عنوانه الكلمات الأخيرة أو الكلمة الأخيرة، هاي الكلمة الأخيرة جدا مهمة، الكلمة الأخيرة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو من كلماته الأخيرة فزت ورب الكعبة، من كلماته الأخيرة. الكتاب يمكن 8 مجلدات. الكلمة الأخيرة لهارون الرشيد، ما أغنى عني ماليه، حفر قبرا ونظر في داخل هذا القبر وأخذ يبكي وهو يقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. الكلمة الأخيرة جدا مهم. في هذا الكتاب تشوفون الكلمات الأخيرة لمختلف الأفراد،
العلماء والشخصيات والقادة. قال: الثلاثة الذنوب جرتني إلى هذه العاقبة. الذنب الأول الحسد، أنا كنت أحسد من الآخرين. الذنب الثاني النميمة، هنالك بعض الأفراد ينقلون الكلام، هذا يتكلم ضد ذاك، ينقل كلام هذا إلى ذاك وينقل كلام ذاك إلى هذا، يفسدون بين الإخوة وبين أفراد المجتمع. والذنب الثالث والعياذ بالله أنه كان يشرب الخمر بين فترة وأخرى. هذه الذنوب الثلاثة جرته إلى هذه العاقبة. فالجهة الأولى أنه مع الاقتحام في الذنوب، هذه رواية في الكافي الشريف، لا بأس أن نقرأها. الإمام صلوات الله عليه، الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: لا يزني الزاني وهو مؤمن إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه، روح الإيمان تسلب منه في تلك الحالة، إلى أن يقول: فقال الراوي: قلت فإنه يريد أن يعود، إن شاء الله أتوب. فقال الإمام: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبدا. بل الرواية هالشكل: قلت لأبي عبد الله: لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه. ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبدا. هي الخطوة الأولى أنهته. الخطوة الأولى يمكن أن تنهي الإيمان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، فرضنا أن هذه الذنوب ما سلبت الإيمان من المؤمن، ولكن وفرضنا أنه في النهاية أدركته الشفاعة وأدركته الرحمة الإلهية، ولكن هل العذاب الإلهي الذي يتقدم الشفاعة شيء هين؟ في الطب الآلام يقسموها إلى درجات. افرضوا ألم صداع خفيف، هذا النوع من أنواع الألم، وهكذا تصعدون في درجات الألم إلى أن تصل الدرجة إلى آلام لا تطاق. اللي عندما توصل الدرجة إلى قمة الآلام من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده في هذه الدنيا أن الفرد يغمى عليه، هؤلاء الذين يعذبونهم، كانوا يعذبونهم في سجون العراق،
الألم عندما يشتد يغمى عليه بعد لا يشعر بالألم. قبل فترة واحد من الشباب صدمات سيارة، الصدمة أثرت على النخاع، النخاع الشوكي. أنا بعد 3 أيام تقريبا عندما بلغني الخبر زرته في المستشفى. اللي كانوا هناك قالوا هذه الصدمة أثرت على النخاع، والأطباء قايلين هذا يجب أن لا يتحرك أبدا حتى نتمكن أن نعيده إلى ما كان عليه، تعود إليه عافية صحته. يجب أن لا يتحرك الفرد، ما يتحرك. أنتوا إذا تنامون نصف ساعة على وضع واحد تعرفون ما معنى وضع هذا الفرد. كانوا مثبتي في جهاز كل بدنه ورأسه حتى لا يتمكن يتحرك ولو بمقدار قليل. أنا في اليوم الثالث عندما زرته كان منهار، يعني مثل واحد في منتهى حالات الضراع والتوسل. 3 أيام ثبتوا على هذا الوضع، وكانوا قايلين هذا يجب أن يثبت على هذا الوضع منا إلى 40 يوم حتى نتمكن نعالج. أنا شوية تكلمت وياه، قلت له أنت في حالة ما إلك إلا الصبر، ما إلك طريق ثاني، لازم تتحمل. لكن حجم الألم، ضغط الألم ما كان يخليه يتقبل. بعد 10 أيام قالوا أنه على أثر عدم الحركة صار في تدر في الرئة، ونقلوه إلى إحدى البلاد الأخرى لعملية الرئة ومات هناك. الآن واحد إذا يلقي بنفسه من فوق إلى تحت من شاهق، يقولوا له أنت لازم العمود الفقري يصاب، النخاع ينقطع، 40 عام لازم تنام على هذا الوضع، بعد 40 عام نعالجك وتشافه. أكو عاقل يقدم على هذا العمل بعنوان أنه بعد 40 عام سوف يعالج؟ نفرض أن العلاج مضمون أيضا. هذا بلاء دنيوي بسيط، وأنت في دعاء الكميل، دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي علمه لكميل، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها. واحد يخلي إيده على عود ثقاب، أشعل عود الثقاب، خلوا إيدكم عليه، شوفوا تتحملون أو ما تتحملون. على نار عادية واحد خلي إيده، يشوف يتحمل أو ما يتحمل. فكيف احتمالي لبلاء الآخر في مقطع آخر؟ لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي أو فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الفقير المسكين المستكين؟
في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعقيل: أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. هذا البلاء القليل من تحمل. إذا تردون تعرفون بلاء الدنيا روحوا إلى المستشفيات، إلى مستشفى العظام، إلى مستشفى الأمراض المختلفة، شوفوا هذا البلاء البسيط البشر ما يتحمل، يبكي يتضرع يصرخ. بعض المرضى يصرخون، الأطباء يضطرون أنه يعطوهم مخدر حتى لا يصرخ. فكيف واحد يعرض نفسه لبلاء الآخر، لغضب الله سبحانه وتعالى؟ في حديث أنه إحنا في الآخرة بالنتيجة نشفع لكم، النبي الأعظم يشفع، أهل البيت يشفعون، ولكن ماذا يصنع في عالم البرزخ؟ ماذا يصنع في القيامة؟ بعد 100,000 عام يشفعوا له ويشفعون له إذا مات على الإيمان، ولكن كيف يطوي هذه المرحلة؟ فاقتحام الذنوب اعتمادا على الشفاعة، هذا منطق لا يقبله أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. العذاب البدني خلوه على جانب، والعذاب الروحي خلوه في جانب ثاني. في دعاء كميل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الله تعالى يقول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك. طبعا لا يمكن واحد يصبر، فكيف أصبر على فراقك؟ واحد يشعر أن الله غاضب عليه، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله متأثر منه. يقول الشاعر ما ترجمته: الطفل يبكي لأنه أضاع البيت، فكيف لا أبكي وقد أضعت رب البيت؟ واحد يشعر بأن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه. وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ هذا معنى رفيع يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أكو هنالك قضية مطولة تذكر في أحوال الشهيد الثاني رحمة الله عليه، لها نوع من الارتباط بالشهيد الثاني. أنا أنقل جانب من القضية. هنالك رجل يقال له العودي، مذكور في كتب التراجم. تمرض هذا الرجل، يقول: أنا في حالة المرض كنت أفكر أنه أنا إذا متت في هذا المرض فماذا يكون مصيري؟ كلامي في قطعة من القضية، كلمة واحدة، شنو مصيري يكون؟ هل أكون من أهل الجنة أو أكون من أهل النار؟ بعدين فكرت أنا عندي ضمانة وثيقة للجنة، وهذه الضمانة الوثيقة شيئان: الشيء الأول إيماني بالله، وثيقة جدا مهمة،
والوثيقة الثانية حبي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه وثيقة جدا مهمة. يكفي في عظمة هذه الوثيقة أن الله تعالى جعلها أجرا لرسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي ماذا يطلب منكم في قبال رسالته؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وثيقة جدا مهمة ضخمة، الإيمان بالله وحبي للنبي الأعظم وأهل بيته. ففكرت أنا جنتي مضمونة بهاتين الوثيقتين. بعدين فكرت ولكن ماذا أصنع بذنوبي؟ أنا عندي ذنوب، هذه الذنوب تعرضني لعذاب الله سبحانه وتعالى حتى إذا النتيجة كانت هي الجنة. كيف أتحمل عذاب الله؟ يقول أنا كنت أفكر في هذه الأفكار وغلب علي النوم، شفت نفسي في مكان ما في ماء ولا طعام، مكان موحش، وأنا لا يوجد علي إلا مئزر فقط، وبدني قبيح إلى أبعد الحدود، كأنه مليء بالدمامل. يقول في هذه الحالة جاءني شخص وقال امشي. قلت إلى وين؟ فقال إلى النار. أكو في بعض الأحاديث أن بعض المؤمنين يؤخذون إلى نار جهنم ثم تدركهم رحمة الله. يقول فاستولى علي خوف كبير وانكسار أنه نتيجة أمري نار جهنم. في تلك الحالة اجى في بالي في ذهني منفذ للخلاص، فقلت لهذا الشخص هل يمكن أن تمر بي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا هذا اضطرار. إذا واحد، إذا أنتوا فرضنا تكلمتوا ضد واحد وبلغت تلك الكلمة، بعد واحد عنده وجه يشوف ذاك الرجل، يخجل يشوف. إحنا كم آذينا رسول الله صلى الله عليه وآله في حياتنا؟ في الرواية راجع تفسير نور الثقلين، الإمام صلوات الله عليه قال لك لذلك الرجل ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تؤذون. قلت نحن نؤذي؟ قال نعم. قلت وكيف؟ قال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مثل فد أبو يقول له ابنك في الشارع اتعارك ويا طفل آخر ويا شاب آخر وأخذ سكين وشق بطنه، إيش قد هذا الأبو يتأثر؟ الآباء إيش قد يتأثرون من تصرفات أولادهم إذا كانت تصرفات سيئة؟ في حديث راجع تفسير نور الثقلين أعمالنا في كل يوم
تعرض مرتين على رسول الله صلى الله عليه وآله، صباحا ومساء، كل يوم، كل أعمالنا، الأخيار والفجار. فقلت: ألا يمكن أن تمر بي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أنا مو مأمور بذلك، أنا مأمور أخذك إلى جهنم. قلت له: ألا يمكن في طريق جهنم تمر بي على مكان قريب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ممكن؟ قال: إيه، ما يخالف، طرق أكو إلى جهنم، أوديك من طريق قريب. يقول: فأخذ بي في الطريق، وفجأة رأيت على يمين الطريق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى جانبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وخلفهما ثلاثة يبدو ما عرفهم منو كانوا. أنا دا أروح دا يودوني إلى جهنم، فناداني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو قال للملك: جئ بهذا، لذلك الشخص، جئ بهذا. يقول: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا لا أستطيع النظر إلى وجهه. هذا اللي من أمة النبي صلى الله عليه وآله، وخالف النبي في حياته 20,000 مرة، يتمكن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله بأي وجه ينظر إلى النبي صلى الله عليه؟ يقول: فطأطأت برأسي ولا أستطيع أن أنظر إليه. وبدني مليء بما يشبه الدمامة، وأنا محكوم علي بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وآله، النبي تشفع له وقال: خذوه إلى الجنة. اللهم صل على، يقول: فقلت للنبي صلى الله عليه وآله: كيف أدخل الجنة وأنا على هذه الهيئة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: عندما تدخل الجنة تجد عند باب الجنة حوض الكوثر، ادخل في ذلك الحوض، حوض الكوثر، وتخرج وأنت سليم معافى. يقول: فعلت ذلك وخرجت من الجانب الآخر وقد زالت جميع تلك الآثار. القضية الطويلة شاهدنا في هذه القضية فقط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور.